ذاكرة احنا فهمنا بلي الذاكرة ما نسمعش فيها، ولكن الذاكرة نطرقوا لها بكل وسائل العصرية والتاريخ يبقى تاريخ، ولا واحد يقدر يزور تاريخ. أنا عندي ما يفوق 5 ملايين جزائري في التراب الفرنسي، نسمح فيهم؟ ما نقدرش نسمح فيهم، لازم نضمهم الوطن الأم. معليش راه يخدم تما ويدي التقاعد تما، راه تما، ولكن بالنسبة لنا احنا تكون علاقة طيبة مع هالدولة، مع فرنسا، حتى يعيشوا في كرامة ويعيشوا محميين ويعيشوا كذا ويعيشوا بكل شوز. من ناحية استراتيجية شيء معروف اليوم، فرنسا القوة الخامسة في العالم، قوة أوروبية، هي القوة الثانية ولا الأولى في أوروبا، وإحنا إحنا إحنا كذلك قوة إفريقية. سون بي بيسونس افريكان، هما سون بيسونس اوروبيان، مومب دو كونسيل سيكوريتي، نتفاهموا. وخطينا خطوه كبيره يعني، حتى من ناحيه التبادل الامني، من ناحيه كذا.